بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. بإذن الله هنبدأ مع بعض شرح مديول جديد في الهيستولوجي ومديول الريسبيراتوري. الريسبيراتوري سيستم أو الجهاز التنفسي بينقسم من الناحية التشريحية، لو أنا عايز أقسمه كده كأناتومي هقسمه لحاجتين: أبر ريسبيراتوري تراكت اللي هو الجزء الجهاز التنفسي العلوي، واللور ريسبيراتوري تراكت اللي هو الإيه السفلي. طيب من الناحيه الوظيفيه برضو، من الناحيه الوظيفيه ممكن اقسمه تقسيمتين: حاجه اسمها كوندكتنج بورشن الجزء اللي هو الموصل، والريسبيراتوري بورشن الجزء المسؤول عن عمليه التنفس. من واضح من الاسم ان الكوندكتنج بورشن ده مجرد ناقل، بس مجرد ممر بيسمح للايه للمواد او للهواء او الغازات ان هي تمر من خلاله، لكن الريسبيراتوري بورشن ده هو اللي بيسمح بتبادل الغازات. الكوندكتنج بورشن قال لك بتكون من ايه؟ قال لك والله ابدا كده، خد الايه الريسبيراتوري سيستم واحده واحده. بيبدا عاد الريسبيراتوري سيستم بايه؟ بيبدا بالايه؟ بالنوز، تمام، النيزل كافيتي. بعد كده انزل شويه بعد الانف البلعوم الفارنكس، بعد كده اللارنكس الحنجره، بعد كده الترقيه القصوى الهوائيه، بعد كده البرونكاي الشعب الهوائي، بعد كده البرونكيولز الشعيبات الهوائيه او الايه الجزء الاصغر من الجهاز التنفسي، وبعد كده الترمينال برونكيولز اللي ايه اصغر حاجه في الايه في التفرعات الشعيبيه اللي هي بتاعت الشعب الهوائيه. طيب ندخل بقى على الريسبيراتوري بورشن. قال لك والله الريسبيراتوري بورشن ده ايه؟ الريسبيراتوري برونكيولز والالفيولار داكت والالفيولار ساك والالفيولاي اللي هي الحويصلات بتاعت الايه اللي بيتم من خلالها تبادل الغازات بين الدم والايه والالفيولاي. لكن الكوندكتنج بيسمح بايه؟ ترانسبورت اير فروم لانج تو اوت فروم اوت تو لانج، يعني بيسمح بتبادل الهواء من والى الرئه، يسمح بخروج ودخول الهواء من الرئه ويدخل للرئه. طيب قال لك كمان لوصفه ثانيه، ايه هي؟ وورمنج موسترنج وكليننج اوف اير، يعني بيدفي ويرطب وينظف الهواء اللي داخل ده. ما هو الهواء اللي داخل ده ممكن الهواء ده يكون بارد، واحنا في مثلا في فصل الشتاء ممكن الهواء ده يبقى بارد، فلو دخل ممكن يعمل لي ريتيشن، فبالتالي الجزء ده او الكوندكتنج بورشن ده هو اللي مسؤول عن ان هو يدفي الهواء ده. قال لك كمان ان هو يرطبه، الهواء ده لو داخل مثلا في فصل الصيف مثلا والايه والجو جاف شويه او الهواء جاف شويه في جفاف، قال لك الجفاف ده ممكن يدخل يجرح الايه يجرح الريسبيراتوري تراكت من جوه، فبالتالي لازم ايه ارطب الهواء اللي داخل ده. قال لك كمان الهواء ده ممكن يكون داخل غبار ومحمل بأتربة، فلازم انظف الهواء ده قبل ما يدخل. طيب بيقول لك والله ان انا عندي الفيرست بارت اوف ريسبيراتوري بورشن، اول جزء بيبدا بالريسبيراتوري بورشن هو الريسبيراتوري برونكيولز، تمام. طيب مفيش مشكله، واخر جزء بينتهي بيه الكوندكتنج بورشن هو التيرمينال برونكيولز برضو. ايه كل دي معلومات ايه من ابتدائي احنا عارفينها. بعد كده هبدا اتكلم عن الكوندكتنج بورشن. والله الجزئيه دي ايه يعني مش الدكتوره ما ذكرتهاش في الداتا، بس إيه حاجات هي كلها حاجات ايه بسيطه كده. بقول لك والله ان الكوندكتنج بورشن ده هاخده من الناحيه الوظيفيه، التركيب الوظيفي بتاعه. والله بيقول لك ان الكوندكتنج بورشن ده لازم دايما يبقى مفتوح، لازم دايما يبقى مفتوح وما يحصلوش كولابس، ما ينهارش. ليه؟ علشان هو ده اللي بيسمح بتبادل الهواء، تمام. فبالتالي لازم يكون في بيتكون من هارت او فيرم كونكتيف تيشو اللي هو بون او كارتريج، لازم يبقى فيه ادعم الجدران بتاعته بعظام وغضاريف علشان تسمح ان الجزء ده دايما يكون مفتوح ما يحصلش فيه كولابس. قال لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى حط لي في النيزل كافيتي كارتريج وبون، طب في اللارنجز قال لك في كارتريج، طب الفارنجز اسف في كارتريج، طب اللارنجز برضو في كارتريج، طب الترقيه برضو فيها كارتريج، البرونكاي برضو فيها كارتريج، البرونكيولز فيها سموث ماسل ما فيهاش كارتريج، تمام. كل ايه برضو معلومات ما فيش منها اي مشكله. بعد كده بيقول لك وظيفه بقى الجزء ده ايه؟ والله وظيفته احنا قلنا ان هو بيوصل الهواء من والى الرئه، يوصل الهواء يدخله الرئه ويطلعه الرئه. طيب تاني حاجة ان هو conducting of inspired air before it enters the pharynx، يعني بيقول لك ان هو بيعمل شوية تعديلات على الهواء اللي انت بتنفسه قبل ما يدخل. ايه التعديلات اللي ممكن يعملها؟ والله اللي احنا قلناها ان هو يرطبه ويدفيه وينظفه. يرطبه عن طريق ان السطح الجزء ده كله فيه ميوكس، فيه مخاط، فبالتالي يعمل فيه سيريو ميوكس سكريشن كفرنج ذا سيرفيس، في ميوكس مغطي الايه السطح ده، فبالتالي هيرطب اي هواء يدخل. قال لك كمان ورمنج يدفي اي هواء يدخل. ليه؟ لان الجزء ده بيبقى فيه دم كتير، ريتش بلاتس فيزل، فيه اوعيه دمويه كتير، فالدم ده طبعا ايه بيحافظ على حرارته، فبالتالي او بيكتسب حراره اللي هي درجه الحراره في الجسم 37، تمام، فبالتالي درجه الحراره بتاعته كويسه دافيه، تمام، فبالتالي ممكن تهدي تدفي الايه الهواء اللي داخل. قال لك كمان كليننج تنظيف، انظف الهواء اللي داخل. انظفه ازاي؟ قال لك والله الميوكس ده، المخاط ده بيطلع من حاجه اسمها جوبلت سيل. جوبلت سيل دي
خلايا وظيفتها في الحياه انها بتفرز الميوكس او المخاط. طيب الميوكس ده عباره عن ايه؟ والله الميوكس ده ماده لزجه كده. طب ايه فايده الماده اللزجه دي؟ الماده اللزجه دي فايدتها ان لما الهواء يدخل مثلا في دست تراب، قال لك التراب ده يمسك في الماده اللزجه دي وما يعرفش يسيب منها، فبالتالي ايه كده انا نظفت الهواء من اي اتربه او غبار داخل فيه. بيقول لك كمان مش بس كده، ده بيقول لك موف ات وورد باي ذا سيلري اكتيفيتي اوف ذا ريسبيراتوري ابسيديم. يعني بيقول لك كمان ان الريسبيراتوري تراكت ده بيبقى متبطر او الكوندكتنج بورشن ده بيبقى فيه سيليا. سيليا دي ليه اهداب؟ اهداب دي ليه ايه؟ اللي هي كانت بتطرد اي حاجه بتدخل. تمام، مثلا حد بياكل حاجه وبدل ما تدخل في المريء دخلت في الايه؟ في الشعب الهوائي. قال لك والله السيليا دي فايدتها انها تطرد الايه؟ بتتحرك لفوق كده فتطرد اي حاجه داخله الايه؟ للبرونكاي او للكوندكتنج بورشن. قال لك كمان this process facilitates serous secretion from the mucociliary gland in lamina propria. يعني بيقول لك ان هي ايه ده الوظيفه السيليا دي والايه والجبله السيليا بيساعدوا على ايه؟ على افراز الميوكس. طيب ما فيش اي مشكله. قال لك كمان ان والله يبقى في lymphatic infiltration، في خلايا اوعيه ليمفاويه وخلايا ليمفاويه، يعني خلايا جهاز المناعه موجوده في المنطقه دي، فبالتالي هتحمي الجسم من اي حاجه ممكن تعمل ايه؟ انتيجين. اي انتيجين يدخل الجسم ايه؟ يهاجمه وبالتالي تكون مناعه وبالتالي بتحمي ايه او بتنظف الهواء اللي داخل الايه للجسم ده. طيب كل ده ايه ما فيش منه اي مشكله. نبدا بقى ايه في الشغل بتاعنا. قال لك والله هبدا اول حاجه بالنيزل كافيتي والبارانيزل ساينس والنيزوفارينجس واللارينجس. تمام، قال لك اول حاجه هبدا بالنيزل كافيتي. النيزل كافيتي ده اللي هو التجويف بتاع الانف. قال لك والله الانف بتاعتنا دي متغطيه بايه؟ والله متغطيه من بره بالسكن. تمام، طب والسكين ده انت لو كده لو حطيت ايدك على الجلد بتاع مناخيرك كده هتلاقي ايدك ايه يعني عليها زي طبقه زيت كده. ليه؟ لان فيها دهون، فبالتالي فيها لارج سبيكشوس جلاند، فيها خلايا دهنيه كتيره. قال لك الكافيتي ده بيبقى مقسوم كده في النص بسبتم، ميدل سبتم، ميد لاين سبتم، في حاجز في النص كده اللي بقول عليه النيزل سبتم او الحاجز الانفي. قسم المناخير لجزء يمين وجزء شمال. تمام، طبيعي اهو المناخير بتاعك في فتحتين وفي النص ايه؟ في حاجز بينهم اللي هو الايه؟ النيزل سبتم. طيب قال لك it communicate anteriorly with exterior and anterior nerves اللي هو النسترال وبوستيرور with nasopharynx. يعني بيقول لك والله ان الجزئين او الفتحتين بتوع الانف دول بيرتبطوا مع بعض من قدام بالنسترال. النسترال دي اللي هي فتحه الانف، فتحه المناخير بتاعتنا دي اسمها ايه؟ نسترال. طيب ومن ورا بيرتبطوا بايه؟ والله من ورا بيرتبطوا بالنيزوفارينكس، بالبلعوم، الاتصال بتاع الانف والبلعوم. البلعوم ده عضو مشترك بين الفم والانف. تمام، طيب قال لك الانف يعني باختصار الانف بتبقى كده، ادي فتحه هنا اهيت وادي فتحتين الانف، الاثنين ارتبطوا بايه مع بعض او اتصلوا مع بعض بالايه؟ بالسبطه. وورا ايه؟ بيفتحوا مع بعض في الايه؟ في البلعوم كده، فبالتالي اتصلوا مع بعض من قدام ومن ورا. قال لك اتش وول اوف وول اوف اتش نيزل كافيتي هاز ريجيد وول اوف هايلاين كارتريج بون. يعني الجدار بتاع او الكافيتي ده بقى فيه كارتريج بون، عظام وغضاريف. طبيعي انت لو حسست على الحاجز ده هتلاقي من في الاول في الجزء اللي قدام كده منه اللي احنا بنقول عليها ارنبه الانف دي ايه؟ هتلاقيها ايه؟ حاجه كارتريج كده. طب لو طلعت فوق شويه عند العظم هتلاقي فيه عظم، فبالتالي الجدار بيبقى فيه عظم وايه؟ وبون، اي عظم وكارتريج اسف او غضاريف. طيب ايه مكونات من الناحيه الاناتوميكال او التشريحي؟ الجزء التشريحي النيزل كافيتي ده بيتكون ايه؟ قال لك والله بيتكون من فيستيبيول اوف نوز. فيستيبيول اوف نوز دي اللي هي فتحه الانف، والنيزل فصه، والبارانيزل ساينس. تعالى كده ايه نبص عليهم. قال لك والله ادي ايه؟ ادي الفيستيبيول اهو، الفتحه بتاعت الانف. تمام، طيب بعد كده ادخل على النيزل كافيتي وادخل بعد كده على النزل فصه. النزل فصه دي اللي ايه؟ المجرى ده بقى. تمام، التجويف اللي جوه الفصه دي يعني تجويف او كافيتي. تمام، اللي هو النزل كافيتي او نزل فصه، مفيش مشكله. بعد كده البرز نزل ساينس. برا نزل ساينس دي اللي هي بنقول على ايه؟ اللحميه واللوز والحاجات دي، حاجات كده غدد كده ايه؟ حوالين حوالين الانف. تمام، طيب زي مثلا هنا عندي سيفونيه ساينس. الساينس دي بتبقى تجمع كده او ايه؟ او حفره كده، الحفره دي متجمع فيها ايه؟ شويه دم. تمام، طيب او هواء. ليه هي في الجمجمه بيبقى فيها هواء؟ ليه هواء؟ علشان تخفف من وزن الجمجمه. تمام، طيب يبقى البارانيزال ساينس، بارانيزال يعني حوالين الانف، وساينس يعني تجويف، في فتحه في فتحات كده او تجويف حوالين الانف. طيب مفيش اي مشكله لحد دلوقتي.
طيب بيقول لك لو هقسمها الناحيه الوظيفيه بقى، قال لك والله لو هقسم النسبه كافه من الناحيه الوظيفيه هقسمها ليه اولفاكتوري ريجن ونون اولفاكتوري ريجن. كلمه اولفاكتوري دي معناها الشم، حاسه الشم، ما هي الانف دي وظيفتها، الانف دي وظيفتها والله حاسه الشم، فبالتالي في جزء من الانف او النسبه الكافه ده مسؤول عن حاسه الشم وجزء مالوش علاقه بحاسه الشم. طيب هنبدا الاول بالنون اولفاكتوري ريجن، الجزء اللي ملوش علاقه بحاسه الشم. قال لك والله اول حاجه الفيستيبيول، فتحه الانف دي، فتحه الانف دي مالهاش علاقه بالشم، ملهاش اي دور في الشم، تمام؟ المفاجاه اهي. طيب قال لك والله الفيستيبول دي اللي بقول عليها الايه النسترال، تمام؟ الفيستيبول دي اللي هي الفتحه بتاعت الانف، بتبدا بايه؟ بالنسترال اللي هو الايه الفتحه بتاعت الانف، وبعد كده ايه من جوه تسميها ايه فيستيبول. طيب قال لك الفتحه بتاعت الانف دي متبطنه بايه؟ متبطنه بحاجه اسمها كيروتونايز ستراتيفايد سكوماس ميسيليم. الميسيليم ده نوع من انواع الانسجه، احنا بنقول عشان الناس اللي هي ما ايه ما حضرتش الجنرال او ناسيه الجنرال، الابسيليم نوع من انواع الانسجه، تمام؟ وسكويمس يعني خلايا مبططه، واستراتيفايد يعني طبقات كتيره، وكيراتينايز يعني عليه طبقه كيراتين كده، طبقه للحمايه، تمام؟ يبقى الكيراتينايز استراتيفايد سكويمس ابسيليم او النسيج بتاع النسترال بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن طبقات فوق بعضها كده من الخلايا وعلى طبقه كيراتين، تمام؟ طيب قال لك وي بيبقى فيها سبيكلوس وسويت جلاند، بيبقى فيها غدد عرقيه وغدد دهنيه، مفيش مشكله. وبيقول لك في سيك شورت هير كولد في بريزا، تمام؟ يعني بيبقى في شعر خفيف كده او شعر سميك كده وصغير، تمام؟ مفيش اي مشكله. بقول عليها الايه الفيبريزا. طيب من جوه بقى، ده احنا قلنا كده من بره اللي هي النسترال، طب من جوه دي بقى، قال لك والله الكيراتينايز ستراتيفايد سكوماس ابسيليم ده بيتحول لنان كيراتينايز سكوماس ابسيليم، يعني طبقه الكيراتين دي بتختفي، ما فيش مشكلة. قال لك والجدار بيبقى ايه؟ في كارتريج كده، الجدار مدعم بكارتريج. هو انت الجدار بتاع فتحة الانف دي لو عبارة عن جلد بس، الفتحة هتتقفل، لا، فربنا سبحانه وتعالى حاطط كارتريج كده عشان تفضل مفتوحة. حاسس على مناخيرك كده هتلاقيها طرية، ايه اللاستيك كده مرنة معاك، لو هي مش لو هي ما فيهاش كارتريج يبقى عمرها ما هتبقى اللاستيك. طيب وظيفتها ايه؟ قال لك والله وظيفتها انها فلتر فور لارج بارتكل ان انسبايرد ايه؟ بتفلتر الايه؟ الجزيئات الكبيره اللي داخله من الهواء مع الهواء، تمام؟ هو انت دلوقتي في ريخه ماشيه في الهواء كده وانت بتتنفس هواء، هل الريخه دي هتعرف تدخل مناخيرك؟ مش هتعرف، لان فتحه الانف صغيره على الريخ، فبالتالي دي فائدتها انها بتفلتر الحاجات الكبيره انها ما تدخلش النيزل كافيتي. بعد كده النيزل فصة او التجويف او النيزل الكافيتي بقى التجويف بتاع الانف. قال لك والله عندي اتنين كافيتي اللي هي الفتحتين بتوع الانف وفي النص مقسومين بالنيزل سبتم. طيب قال لك النيزل سبتم ده بيتكون ايه من ثلاث عظام. العظام بتاعت اسمها السوبيريور وميدل وانفيريور كونكيا، تمام؟ كونكيا دي معناها ايه؟ معناها صدفه كده او ايه او محاره، عامله زي ايه؟ زي المحاره كده، الغطا بتاع المحار اهي، دي اهي انفيريور نيزل كونكيا والميدل نيزل كونكيا والسوبيريور نيزل كونكيا، تمام؟ بيبقوا ثلاثة كده، ثلاث عظمات كده فوق بعض بيعملوا الايه؟ بيعملوا النيزل كافيتي. قال لك والله ان انا عندي الميدل كونكيا والانفيرور كونكيا والفلور اوف نيزل فوسا والموست اوف نيزل سيبتم، يعني بيقول لك من الاخر ان ايه؟ ان النيزل سيبتم عموما بيتكون من ايه؟ بيتكون من ريسبيراتوري ابسيليم. طب ايه الريسبيراتوري ابسيليم ده؟ الريسبيراتوري ابسيليم ده نوع من انواع النسيج بنطلقه على حاجه اسمها سودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد ابسيليم وذ جوبلت سيل. اشهر نسيج معروف سودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد ابسيليم وذ جوبلت سيل. سودو ستراتيفايد دي كلمه سودو يعني كاذب، وستراتيفايد يعني طبقات، يعني هو طبقات كذبه فوق بعضها. كولامنر يعني الخليه على شكل ايه؟ خليه على شكل عمود. وسيليتد يعني في سيليا او اهداب اللي احنا قلنا عليها اللي هو شويه الشعر اللي بيطردوا ايه؟ الهواء اللي داخل ده. وابيسيليم اللي هو النسيج بتاع الابيسيليم ويز كوبلت سيل، كوبلت سيل دي خلايا اللي قلنا بتفرز الميوكوس. يبقى ريسبيراتوري ابيسيليم لما اقول لك كلمه ريسبيراتوري ابيسيليم تقولي على طول سودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد ابيسيليم ويز كوبلت سيل. طيب فقال لك كل النزل سيبتم عموما بيتغطى بالايه؟ بالريسبيراتوري ابسيليم، ما عدا السوبريور كونكيا بس، السوبريور كونكيا هو الوحيد اللي مش متغطي بالايه؟ بالريسبيراتوري ابسيليم. طب متغطي بايه؟ قال لك متغطي بالاولفاكتوري ابسيليم، اولفاكتوري يعني مسؤول عن حاسه الشم. قال لك الاولفاكتوري ابسيليم ايه فرقه بينه وبين الريسبيراتوري ابسيليم؟ قال لك والله ان الاولفاكتوري ده برضه عباره عن سودو ستراتيفايد كولامنر ابسيليم، تمام؟ سودو ستراتيفايد كولامنر ابسيليم. طيب بس هو ما بيبقاش فيه تروس لا في سيليا ولا في جوبلت سيل، يبقى ما فيهوش سيليا ولا جوبلت سيل، يبقى ايه الفرق بين الريسبيراتوري ابسيليم والاولفاكتوري ابسيليم؟ قال لك والله ان الاولفاكتوري ابسيليم ما فيهوش لا سيليا ولا جوبلت سيل. طيب
اهو هنا مثلا ده السودو ستراتيفايد، بيبقى خلايا ايه كولومنر كده وعموديه كده وايه وفوق بعضها، تمام. وادي السيليا اللي هي شويه الشعر اللي فوق دول، وفي جبله سيليا اللي هي الخلايا دي. طيب لكن هنا عندي هنا انا مش شايف اي، مش شايف جبله سيل، تمام، انا مش شايف جبله سيل ولا شايف ايه ولا شايف سيليا، فبالتالي دي ايه، دي الايه الفاكتوري بسيليا. طيب بعد كده اللامينه بروبيا، اللامينه بروبيا دي يعني ايه، الجزء بتاع الكونكتيف تيشو، الجزء بتاع الايه بتاع النسيج الكونكتيف اللي هو نسيج الضم اللي بيبقى ايه تحت الابسيليم، الابسيليم لازم يبقى تحته كونكتيف تيشو. فاحنا خلاص عرفنا الابسيليم سواء ريسبيراتوري ابسيليم او الفاكتوري ابسيليم لازم يمسك بقى في كونكتيف تيشو، فسميه لامينه بروبيا اللي هو الوسط اللي ايه الارض اللي ساند عليه. قال لك والله اللامينه بروبيا دي بتبقى هايلي فاسكولار، بيبقى فيها اوعيه دمويه كتير، ريتش بلاد فيزل. طب ليه؟ قال لك علشان تعمل وورمنج للهواء اللي داخل، تدفي الهواء اللي داخل. طيب قال لك بتبقى متكونه من ميوكوس اند سيريس جلاند، خلايا مخاط وخلايا ايه بتفرز سوائل كده ايه ميوكوس ايه سيريس، تمام، سوائل سائل كده ايه تقيل او لزج يعني. ليه؟ قال لك والله عشان وورمنج وموستشر اند كاتشنج داست، عشان ترطب وعشان تدفي وترطب وتلقط اي او تلتقط اي تراب داخل مع الهواء. طيب قال لك بيبقى فيها لارج فينس بلكسس، فيها تجمعات دمويه كده كتيره، بسميها سويل بوديز، تمام، سويل بوديز. يعني سويل بوديز يعني ايه؟ حاجات بتتنفخ، بتبقى بالظبط عامله كده، السبتم بيبقى عامل كده وبيبقى في نازل منه ايه حاجات كده ايه بلكسس كده، تجمعات دمويه. قال لك طيب ايه الفايده من الموضوع ده من السويل بوديز دي؟ قال لك والله فايدتها انها بتعمل انجورج ويز بلاد بيريود اند الترنيتلي تو اوكلود وان سايد اوف نيزال كافيتي. بمعنى ايه؟ والله بص اللي احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا فتحتين انف، طب هو ليه فتحتين انف؟ ما كانت فتحه واحده وخلاص، لا دي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا. ازاي؟ قال لك والله دلوقتي انت لما يبقى عندك مثلا إيه وليكن مثلا ايه تيشرتين، انت بتلبس تيشرتين، عندك تيشرتين بتلبسه، لو واحد بيتغسل اكيد انت بتبقى لابس الثاني. طب افرض انت عندك واحد بس، لو الواحد ده عايز تغسله هل هتعرف تلبس حاجه ثانيه؟ مش هتعرف، فانت بالتالي ما عندكش البديل ليه، ما عندكش البديل. طب فمن هذا او المنطلق ربنا سبحانه وتعالى عامل ايه؟ عامل لنا وانعم علينا الانف بتاعتنا اللي لها فتحتين. ليه؟ قال لك والله حضرتك انت دلوقتي شميت استنشقت شويه هواء او شميت شويه هواء، شوية الهواء دول كانوا مثلا ايه فيهم نسبة الجفاف عالية او مثلا باردين، فالمهم ايه ان هم هيجرحوا لك او هيتعبوا الفتحة اللي بتاعت الانف. طيب فربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يخلي الفتحتين بتوع الانف يشتغلوا بالتناوب، الفتحة دي تعبت تقوم مقفولة والفتحة التانية تشتغل، الفتحة التانية تعبت تقوم على ما التانية ترتاح تكون دي اشتغلت، تمام، زي بالظبط ما انت عندك تيشرتين بتلبسه، واحد بتلبسه على ما التانية يتغسل، طب التانية تغسل خلاص هتلبسه ايه وتروق وتغسل ده وهكذا بالتناوب كده. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا حاجه اسمها سويل بوديز، السويل بوديز دي فايدتها ايه؟ فايدتها والله انها تسد جزء تسد فتحه من الانف، فبالتالي تخلي فتحه تقدر تشتغل والفتحه الثانيه ما ايه ما تشتغلش. طيب بعد الفتحه دي اللي مفتوحه دي لو تعبت تقوم قافلها وفتحه الفتحه اللي كانت ايه مقفوله، فبالتالي تفضل بالتناوب كده. ليه؟ علشان تمنع ان الانف او يحصل فيها مشكله، فبالتالي بتعمل انكورج ويز بلاد بيريود، بتعمل انسداد في الانف او تعترض الايه تعوق سريان الدم عشان تعمل اوكلود وان سايد اوف نيزل كافيتي، تسد جزء من الانف. ولذلك انت جربها كده ممكن تلاقي ايه، انت جرب كده تسد فتحه من الانف وتتنفس بالتاني، ممكن تلاقي نفسك مش عارف تتنفس. ليه؟ يبقى الفتحه دي اللي مقفوله. طيب ممكن بعد شويه تيجي تكرر نفس التجربه تلاقي الفتحه مفتوحه عادي خالص، يبقى دي مش مشكله. يعني من الحاجات المغلوطه جدا والمفاهيم المغلوطه ان يقول لك ايه والله ده انا عندي انسداد في الانف، يا عم طب عندك انسداد في الانف ازاي؟ يقول لك ايه ده انا باجي اسد فتحه من الانف واجي اتنفس بالثانيه ما الاقيش نفسي ايه عارف اتنفس. طب ما هو ممكن دي حاجه فيسيولوجيه طبيعي، تمام، مش شرط تكون تعبان من خلال السول بودي دي. طيب بيقول لك this occlusion allow respiration epithelium to recover from dissection effect of air flow، يعني بيقول لك ان الانسداد ده بيسمح ان الابسيليوم سيل يجدد نفسه، تمام، يعيد تجديد نفسه من الايه من المشاكل اللي حصلت له بتاع الهواء. طيب بيقول لك فلو بلاد ان نيزل فوسا كاونتر فلو ان ريسبيرتوري ان اوف انسبايرد اير اير الاوينج افيشنت وورمنج اوف اير، يعني بيقول لك ان الدم اللي موجود في النيزل فوسا او الاوعيه الدمويه اللي موجوده كتير دي لان اللامنا بروبر دي هايلي فاسكولار، بيقول لك ان دي بتسمح لتدفئه الهواء. طيب
بعد كده ندخل على الاولفاكتوري ريجن. يبقى النون اولفاكتوري ريجن هي عباره عن ايه؟ عن الفستيبولا والنيزر فصه واللامنه بروبريا. ندخل بقى على الاولفاكتوري ريجن، الحاجات اللي مسؤوله عن حاسه الشم. قال لك والله هي بتمتد من سوبيريور كونكيا اند اباوت نيزر سيبتا، يعني بتبدا من السوبيريور كونكيا وتنزل وتكمل النيزر سيبتا. السوبيريور كونكيا اهي، وتبدا ايه تشمل النيزل سبتم كله. بيقول لك انها بتتغطى بالفاكتوري بسلام طبيعي لان هي دي الفاكتوري ريجون. بيقول لك ان السيل اوف سوبيريور كونكيا بتبقى ايه الفاكتوري بسلام، ودي قلناها ان السوبيريور بتبقى الفاكتوري لكن الباقيين بيبقوا ايه؟ بيبقوا ريسبيراتوري. فبالتالي الفاكتوري بسلام ده هو اللي مسؤول عن حاسه الشم. اي حاجه مش ما فيهاش الفاكتوري بسلام مش ايه مش هتبقى مسؤول عن حاسه الشم. طيب بعد كده عندي الفاكتوري سيل، الحاجه الخلايا اللي مسؤول عن حاسه الشم اللي هي النيورون اللي هي الاعصاب. قال لك والله هي عباره عن نيرف سيل باي بولر. باي بولر دي لما كنا بنقول في النيرف سيل الخلايا العصبيه، باي بولر دي يعني ايه؟ لها دراعين كده، الخليه بتبقى عامله كده ولها دراعين، تمام؟ دراع كده ودراع كده، افرنت وافرنت، مستقبل ووارد. او افرنت افرنت روم ايه واحد بيبعت الاشاره العصبيه، واحد بيستقبل الاشاره العصبيه، وبتبقى سنسورس الخلايا احساس وليست خلايا حركه. ما هو انت هو في حد ما بتتحرك مش محتاج انا حركه، انا محتاج ايه؟ حاسه، تمام؟ يعني سنسوري احساس. بقول لك ان البايبولار نيرونز دي هي اللي بتستجيب للاودرز الروائح. اي انت ايه اللي يعرفك ان الريحه دي كويسه والريحه دي مش كويسه؟ من خلال البايبولر نيورونز دي. طيب بيقول لك ان النواه بتاعت البايبولر نيورونز ده او الخلايا العصبيه دي بتبقى موجوده تحت النيوكلاي اوف سبورتنج سيل، الخلايا اللي بتدعم. احنا عارفين ان الخلايا العصبيه بتبقى محتاجه خلايا تدعمها زي الشوان سيل والساتلايت سيل والكلام ده كله. كل ده احنا خدناه في النيرفس تيشو، ممكن ايه تبقى ايه تبص بصه سريعه عليه، بس ايه يعني مش محتاجه انا دلوقتي. المهم ان هي بتبقى ايه النيوكلاي بتاعتها بتبقى موجوده تحت الايه تحت الخلايا بتاعت الايه بتاعت السبورتنج سيل. مفيش مشكله، ايه الكلام كله مفيش اي مشكله منه. بعد كده الابيكال بارت الجزء العلوي من الخلايا بيقول لك ان هو بقى فيه موديفايد دندرايتس، التفرعات بتاعته بتبقى ايه بتبدا تتغير او يحصل فيها تعديل. احنا الخلايا العصبيه عندنا بتبقى عامله كده وبقى فيه ايه تفرعات كده تفرعات كده. هي التفرعات دي هي بتبدا ايه يحصل فيها موديفايد وتبدا تتحول لفاكتوري ابيسيليا، وبتعمل اولفاكتوري فيزيكس ازاي؟ تبدا تعمل ايه تجمعات كده او حويصلات من الايه من الاولفاكتوري ابيسيليا. بيقول لك بعد كده ان الفيزيكال دي بتبقى فيها سيرفال لونج اولموست اموتايد سيليا، زي سيليا لاي فلات الونج سيرفيس اكت از ريسبتور. يعني يعني بقول لك والله ان الفاكتوري بسيليا ده انا قلت لك ان ما فيش سيليا، تمام؟ الفاكتوري بسيليا ما فيهوش سيليا ولا في جبلة سيل. امال ايه السيليا اللي فيه؟ السيليا اللي فيه ما بتتحركش. طب السيليا اللي فيه ما بتتحركش دي بتعمل كايه؟ بتعمل ك ريسبتور مستقبلات. يجي مثلا وليكن مثلا انت شميت ريحه مثلا ايه سمك، ايه اللي خلاك تشم ريحه السمك؟ ان والله الريحه بتاعت السمك دي راحت مسكت في السيليا اللي مسؤوله عن ريحه السمك، تمام؟ السيليا دي بتعمل كريسبتور فمسكت فيها فشغلت الايه الريسبتور فانت حسيت ان في ريحه سمك او شميت ريحه سمك. بعد كده بقول لك ان الافرنت اكسون، الافرنت اكسون ده اللي هو الوارد اللي بيجيب له الاشاره العصبيه، اللي بيجيب له خلايا الاشاره العصبيه. بيقول لك ان هو بيتحد مع سمول باندل اسمها فيلا اولفكتوريا. يعني الافرنت اكسون ده العصب اللي رايح للخلايا دي بيتحد مع حاجه اسمها الفيلا اولفاكتوريا. فيلا اولفاكتوريا دي بتبقى ايه؟ عباره عن خلايا عصبيه صغيره كده من خلال السريبريفورم بلات. السريبريفورم دي يعني ثقوب، تمام؟ اوف اساموييد بون فورمينج اولفاكتوري نيرف ذات انتاير برين. يعني والله بص بيقول لك يعني ان العصب الايه اللي مسؤول عن الاحساس الشم ده بيتكون ازاي. انا عندي الاولفاكتوري بالب ده الجزء الاصفر ده وده الايه ده الاولفاكتوري بالب او الجزء اللي هو ايه بيكون الاولفاكتوري نيرف. بيتكون ازاي؟ قال لك والله العظمه ده بيبقى في جزء منها اسمه ايه اسمويد بون. الاسمويد بون دي في منها جزء اسمه سريبرو فورم، يعني ايه جزء ايه في ثقوب كده ثقوب كده ثقوب كده، والايه وباقي العظمه ايه معموله تاني كده ايه طبيعي، تمام؟ طيب ادي العظمه. قال لك والله بيجي بقى ايه الاولفاكتوري افرنت اللي هو الجزء العصب الوارد الافرنت بيمشي كده وبيجي في حاجه اسمها الفيلا اولفاكتوريا بتنزل كده ايه من الثقوب دي، تنزل من الثقوب دي فيتحدوا مع بعض وبعد كده ايه يكملوا لي بالايه يبدا يكمل ايه الاولفاكتوري نيرف او العصب المسؤول عن حاسه الشم، تمام؟
في هذا النقطه دي، يبقى انا عندي الموضوع ده بيتم ازاي؟ بيبقى عندي الاولفاكتوري افرنت، الجزء الوارد، الجزء من العصب الوارد اللي بيبعت الاشاره او اللي جاي يشيل الاشاره يعني، ومعايا الفيلا اولفاكتوريا بتبقى ايه، اعصاب صغيره كده بتبدا تعدي من السريبرو فورم بون بتاعت الاساموييد بون، وتبدا تكون بعد كده الايه الاولفاكتوري نيرف. مفيش اي مشكله من ايه من الكلام ده يعني. بيقول لك ان اللامنا بروبريا بنيس اولفاكتوري بسيديم كونتيننج بومان جلاند، معلش دي خلاها بومان زي محفظه بومن كبسول كده اللي موجوده في الايه في الكلى. قال لك والله ان الريسبيراتوري بسيلم ده في بومن جلاند. ازاي؟ هو انا مش كنت بقول لك ان الريسبيراتوري بسيلم في جبله سيل؟ طب ربنا سبحانه وتعالى هل هيسيب الريسبيراتوري بسيلم كده من غير حاجه تعوض الجبله سيل؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى حط فيه البومن جلاند. تمام اهو، شايف هنا؟ هنا كان في جبله سيل اهي. تمام، طب هنا شايف الخلايا اللي متجمعه على بعضها دي البومن جلاند، خلايا بومن، الخلايا دي بتفرز ايه ووظيفتها ايه؟ والله الغدد دي وظيفتها انها بتفرز سيروس فلويد. تمام، سيروس سكريشن، عشان تخلق يعني بتفرز سائل مخاطر كده علشان تدعم التو سيرف اوف ابيسيليم وير سيليا مايكرو اند مايكروفلاي اوف سبورتنج سيل ار سب ميرجيت. يعني ايه؟ يعني هي السيروس سكريشن دي بتبقى تغطي السيليا دي، تغطيها. تمام، بتغطيها تخليها ايه سب ميرجت، يعني ايه مضمصه كده او مغموره، بتغطيها. طيب مفيش اي مشكله، عشان تحميها وترطب الدنيا وايه وكل الكلام ده احنا عارفينه. بيقول لك بعد كده انها هاف ستيم سيل ريسبونسبل فور ريجنريشن، يعني الخلايا دي بتتعوض. طيب قال لك عندي نوعين، نوع سبورتنج سيل، كلمه سبورتنج ليها اسم ثاني اسمه سيستنتيكولار دي لما تشوفها تقول عليها سبورتنج على طول، وفي البيزل سيل فور ريجنريشن، الخلايا اللي ايه اللي في القاعده اللي هي ايه بتجدد. قال لك والله ان السيل بتاعت السبورتنج دي بتبقى طول كولنر، بتبقى عموديه، لكن البيزل بتبقى شورت بايراميدال، ايه شكل هرمي كده او مثلث. طيب النواه هنا بتبقى اوفل ونير ايبكس، بتبقى مدوره وفوق. تمام، لكن البيزل بتبقى راوند ونير بيز، بتبقى مدوره وناحيه القاع كده او ايه او البيز. تمام، طيب بيقول لك ان بتبقى ات ابر ليفر زان ذات اوف الفاكتوري سيل، لكن دي ات لور ليفر زان ذات اوف الفاكتوري سيل، يعني دي بتبقى في الجزء السفلي ودي في الجزء العلوي. طبيعي، ما هي الابكس اللي هي العلوي والبيز اللي هي ايه السفلي. تمام، فما فيش اي مشكله في الكلام ده. طيب بعد كده السيتوبلازم لما جه زبوه قال لك والله السبورتنج سيل دي بلاقيها باللون الاصفر يلو بيجمنت. طيب لكن البيزل بيزل فبيزو بيزو فيلك. تمام، باللون الازرق بيزو فيلك. قال لك السبورتنج دي وظيفتها ايه؟ والله وظيفتها انا سبورت. طيب الجنريشن او البيزل سيل فول جنريشن اكيد وظيفتها انها تعوض ريزيرف سيل اوف الفاكتوري والسبورتنج سيل، بتعوض الخلايا بتاعت الفاكتوري والسبورتنج سيل، ريزيرف اللي ايه بتعوض او احتياطي يعني. طيب بيقول لك كمان ان السبورتنج سيل دي بيبقى عندها نارو ايبكس وايد نار اوبيز وايد ايبكس. تمام، بتبقى ايه القاعده بتاعتها ضيقه والقمه بتاعتها واسعه كده. طيب وبيبقى في مايكرو في اللايف في الايه في الايبكس كده، سيليا طويله كده. طيب بعد كده اللامنا بروبريا دي او اللي بقول عليها الكونكتيشو كوريوم. تمام، كونكتيشو كوريوم او اللامنا بروبريا. قال لك والله بتبقى موجود فيها بومن جلاند، ما فيش منها اي مشكله. طب البومن جلاند دي وظيفتها ايه؟ والله سيريس جلاند، بتفرز ايه سيريس كده سكريشن، وهي بتبقى تيبلو الفلر. تيبلو الفلر يعني معناها انها فيها انابيب وفيها ايه الفيولاي كده ايه بتخزن السكريشن بتاعتها وبعد كده ايه تفرزه في الانابيب. بيقول لك بعد كده ان السكريشن ديزولف اودرز جاز تو سيميليت سيل، يعني ايه؟ بيقول لك والله ان وظيفه السكريشن دي ان هي لما انت حضرتك شميت ريحه، شميت غاز حاجه ليها ريحه يعني سمك مثلا. تمام، ريحه السمك ايه اللي هيخلي السيليا تعرف ان ده سمك؟ قال لك والله تعرف ان ده سمك من خلال البومن جلاند. البومن جلاند تطلع السكريشن، السكريشن دي تبدا تمسك الغاز ده وتحلله وتربطه بالسيليا وتقول لها سيليا اعرفي لي ده ايه؟ والله السيليا هتشوفه هتقول له والله ده ريحه سمك، لا والله ده ريحه فراخ، وهكذا. بعد كده ندخل على البارا نيزل ساينس. البارا نيزل ساينس دي بيقول لك ان هي دايليتد كافيتي انفرونتال والماكزيري والاساموييد والسفونويد بون، يعني اراوند الاي والنوز. يعني بيقول لك ان البارا نيزل ساينس دي تبقى ايه تجوف كده حوالين العين والانف وخلاص. تمام، طيب في الفرونتال بقى الجبهه والماكزيري الخد والاساموييد ايه والاساموييد والسفونويد اللي هي حوالين الايه العين والانف. طيب
بيقول لك انها متبطنه او لايند باي سنر ريسبيراتوري ابيسيليم سات كونتين فيور فيو جوبلت سيل، يعني فيها برضه ريسبيراتوري ابيسيليم اللي هو سودو ستراتيفايد كولونر سيريتد ابيسيليم ويز جوبلت سيل، بس جوبلت سيل هنا ايه قليله. طيب اللامنا الروبيه بتاعتها اخبارها ايه؟ الابسيليوم ده رائد على طبقه عامله ازاي؟ قال لك والله اللامنا الروبيه بتاعتها بيبقى فيها فيو سمول ميوكاس جلاند، فيها خلايا اقل من الميوكاس عشان الجوبلت سيل طبعا، ودرين انتو نيزل فصه ثرو سمول اوبننج، بتفضل الافرازات بتاعتها او الميوكاس بتاعها في النيزل فصه في التجويف بتاع الايه؟ النيزل كافيتي من خلال فتحات صغيره، بيقول لك انها بتبقى رابطه كويس رابطه او ماسكه في البريوستيم، بتبقى ماسكه في البريوستيم، اللامنا الروبيه دي بتبقى ماسكه في البريوستيم الغشاء اللي محيط بالعظام. طيب بعد كده النيزوفارينكس او ارتباط الانف بالبلعوم، اتصال الانف بالبلعوم، قال لك والله ده متبطن بيه برضه بريسبيراتوري ابيسيليم. طيب اللامنا الروبي اخبارها ايه؟ بيبقى فيها ميوكس وسيريس جلاند، طيب وبيبقى فيه لينفويد تيشو، فبالتالي بسميها فارينجال تونسل. فارينجيال تونسل يعني اللي هي التونسل دي اللوز، تمام، اللوزتين اللي احنا بنقول عليهم اللوز، تمام. بيقول لك اللوز دي من احنا عارفين ان هي من خلال ايه؟ من خلال جهاز المناعه. بيقول لك لو حصل في الفارينجيال تونسل دي التهبت بسميها ادينويد، ادينويد دي اللي هي اللحميه. تسمع ان حد يقول لك انا عندي اللحميه، والله ده انا ما بعرفش اتنفس اصل انا عندي اللحميه. ايه الفكره؟ ايه اللحميه دي؟ اللحميه دي عباره عن ان الفارينجيال تونسل بدات ايه؟ بدات يحصل فيها تورم او انفلاميشن. وبالمناسبه ان البارانيزال ساينس اللي بيقولوا عليها الجيوب الانفيه، يقول لك انا عندي التهاب في الجيوب الانفيه، فتعرف ان هو عنده ايه؟ التهاب في البارانيزال ساينس. واللحميه لما تقول لما يقول لك ان انا عندي ايه؟ فارينجيال تونسل. بعد كده ندخل بقى على اخر حاجه معانا في النيزل كافيتي اللي هو الايه؟ اللارينجز، تمام. اللارينجز دي اللي هي الحنجره، احنا كده خدنا الانف وبعد كده خدنا الجيوب الانفيه وبعد كده خدنا البلعوم وبعد كده داخلين على ايه؟ على الحنجره اهو. قال لك والله الحنجره دي بتربط بين ايه؟ بتقع بين الاوروفارينجس والتراقيه. الاوروفارينجس ده اللي هو الجزء اتصال البلعوم بالفم الاورال، والتراقيه اللي هي ايه؟ القصبه الهوائيه. يبقى هي في الجزء ده اللي هي في منطقه الرقبه كده، تمام. انت لو حطيت ايدك كده على رقبتك هتحس بايه؟ بجزء صلب كده، هي دي الحنجره اللارينجس. قال لك بروفايد ا بروتكتيف سفنكتر ات انلت اوف اير باسج ريسبونسبل فور فويس ايه برودكشن، يعني بقول لك والله ان اولا بتحمي بتعمل كصمام فتحمي مجرى التنفس، وكمان انها مسؤوله عن الفويس برودكشن، مسؤوله عن اصدار الصوت. انا بكلمك دلوقتي عشان انا الحنجره بتاعتي بتعمل حاجه معينه زي ما هنعرف دلوقتي بتخليني ايه؟ اتكلم. بيقول لك ان اتس اوبننج از كفرد باي ابيجلوتس ديورنج سوولنج، تمام. يعني بيقول لك ان الفتحه بتاعتها بتبقى مقفوله بحاجه اسمها الابيجلوتس اللي هو لسان المزمار. اكيد نسمع لسان المزمار، وان لسان المزمار ده بيبقى موجود كده على الحنجره والمريء او القصبه الهوائيه المريء اللي هي الحنجره يعني، تمام. القصبه الهوائيه المريء بيبقى موجود في الحنجره ويقفل القصبه الهوائيه اللي هي الترقيه والايه؟ والمريء اللي هو الاسوفيجس. طب ايه فائدته؟ قال لك والله فائدته ان انت حضرتك لما تيجي تاكل يوم هو سادد القصبه الهوائيه، فما يخليش اكل يدخل في القصبه الهوائيه عشان حضرتك ما تتشرقش وتقعد تكح. طيب لو انت بتتنفس يقوم قافل الايه؟ يقوم قافل الاسوفيجاس، تمام. بتبقى عامل كده لو دي فتحتين اهم، دي الترقيه ودي الاسوفيجاس، هو بيبقى عامل كده، عامل زي لسان كده، تمام. انت بتاكل يقوم قافل الايه؟ الترقيه. طيب انت ما بتاكلش يقوم قافل الايه؟ الاسوفيجاس اللي بتتنفس. طيب بقول لك بقى ايه الجدار بتاع اللارنجز ده؟ الجدار بتاعها بيتكون من ايه؟ قال لك والله الجدار بتاعها بيتكون من كارتريج عموما، تمام. انت لو حسست عليها هتلاقيها طريه مش عظم، لا كارتريج غضاريف، بيتكون من نوعين من الكارتريج، هايلاين كارتريج اللي هو الغضاريف البيضاء، والاستيك كارتريج غضاريف مرنه. الهايلاين كارتريج زي الثايرويد والكرويد واللور بارت اوف الارتينويد، والاستيك كارتريج زي البيجلوتس والكورنيوكليت والتيب اوف ارتينويد. يعني الاسماء ما تشغلش بالك بيها، بس تعالى برضو ايه نبص على بص. ادي الابيجلوتا سوا لسان المزمار، مفيش اي مشكله منه. بعد كده كنت بقول ارتينويد كارتريج، الارتينويد كارتريج ده بيبقى ايه؟ جزئين من الغضاريف كده حوالي في الجنب كده. طيب والكروكويد كارتريج، الكروكويد كارتريج ده بيبقى ايه؟ عامل زي الحلقه كده، تمام. طيب حلقه كده ايه موجوده في الايه؟ في اول الترقيه. وعند الكرونيوكليليت كارتريج، كرونيوكليليت كارتريج ده بيبقى فوق الايه؟ الارتينويد، تمام. طيب يعني ايه انت كل ده يعني ما تشغلش بالك بيه. وطبعا ايه الثايرويد كارتريج ايه اهو،
اللي هو ده بيبقى 3 أجزاء، اللي بيحمي الثايرويد جلاند. المهم انت ايه، اعرف له خلاص ان في عندها هايلاين كارترج والاستيك كارترج. بيقول لك ان الكارترج دي بتمسك مع بعضها بليجامنت، تمام؟ امال هتسيب في بعض كده، هتبقى سايبه كده؟ لا، ده بتمسك بليجامنت، ومش بس ليجامنت، انت كمان عضلات، بيبقى سميها استرايت سكيلتال مسل، عضلات مخططه. زي انت بحضرتك بتحرك الحنجره، الحنجره وعماله تتحرك يمين وشمال وتتحرك فوق وتحت، اسف. فدي الحركات دي بتبقى محتاجه ايه، ان الغضاريف دي بتبقى رابطه مع بعضها وفي عضلات ماسكاها. بعد كده الابوجلوتس، الابوجلوتس اللي هو لسان المزمار، قال لك ده بيبقى عباره عن زي الفالف كده. فاكر لما كنت بقول لك في الكارديو او الميديول الكارديو فاسكولار سيستم، لما كنت بقول لك ان بيبقى فيه فالف او صمام بيقفل الاوعيه الدمويه، قال لك كذلك ده بيبقى عباره عن فالف كده بريفنت فود فروم انتايرنج ريسبيراتوري، بس يمنع الاكل ان هو يدخل الايه الريسبيراتوري بس. طيب قال لك عنده ايه، عنده سطحين، لينجوال اللي هو السوبيرير ولارينجال اللي هو انفيريور. ليه؟ هو حضرتك دلوقتي الحنجره دي انا قلت لك انها ماسكه بايه، ماسكه من الاوروفارينجس والتراكيه، تمام؟ فبالتالي هي قريبه، هي ماسكه في مين؟ ماسكه في الفم. طب الفم ده في مين؟ في اللسان. واللسان ده احنا كنا لما كنا حتى بنقول في الفارما كنت بقول لك ادويه صاب لينجوال، يعني تحت اللسان، فكلمه لينجوال دي يعني اللسان، فجزء منه بيبقى اللسان، والجزء اللي تحت بيبقى ايه؟ اللارينجس اللي هي الحنجره. فليه؟ لان هو بينهم الاثنين كده. انت دلوقتي لما تبقى قاعد في ايه بين اتنين، او هتقول انت، اقول لك انت قاعد فين، هتقول ده انا قاعد بين احمد ومحمد مثلا، انا قاعد في النص بينهم، تمام؟ طيب بقول لك ريست اوف لارينجال سيرفيس از كفرد باي ريسبيراتوري ابسيليم، متغطي بقى بايه، ريسبيراتوري ابسيليم، وبيبقى فيه الاستيك كارتريج، او لان احنا قلنا هو الاستيك كارتريج اهو في الابوجلوتس. بقول لك بعد كده ان تحت الابوجلوتس ميوكوزا فور، في ميوكوزا فورم تو بير ذات اكستند انتو اليومن، يعني بيقول لك في تحت الابوجلوتس ده في جزئين، جزء اسمه ابر بير ولور بير، جزئين علويين وجزئين سفليين. الجزئين العلويين دول بقول عليهم فولز فوكال كورد، فوكال كورد دي اللي هي الاحبال الصوتيه، تمام؟ يبقى تحت الابوجلوتس تحت السن المزمار الحنجره هلاقي فيها، هتلاقيها منقسمه لجزئين، جزء علوي وجزء سفلي، ابر بير ولور بير. الابر بير ده حاجتين كده فولد كده، اللي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فولد فوكال كورد، احبال صوتيه كاذبه بتتغطى بالريسبيراتوري ابيسيليا. طيب طب اللور بير اللي هو الجزء السفلي بقى، قال لك والله دي ترو فوكال كورد، دي فعلا الفوكال كورد او الاحبال الصوتيه اللي هي فعلا بتطلع الصوت. طب تبقى متبطنه بايه؟ بنان كراتينايز ستراتفايز كوماس ابيسيليا، زي الايه؟ زي الديب بارت بتاع الايه؟ بتاع الليزر الفص. النزله الفصه كنت بقول لك انها في الاول كيراتينايزد، وبعد كده بتدخل لما تدخل جوه تبقى نون كيراتينايزد. بقول لك ان الفوكال ليجامنت دي، الاحبال الصوتيه دي، الفوكال كورد او الفوكال ليجامنت دي، ويتش ار فورمد اوف لارج بانتل اوف بارر الاستيك فايبر، بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الياف كده من ايه؟ من الاستيك فايبر متوازي مع بعضها. طب ليه الاستيك؟ الاستيك عشان تبقى مرنه. هو انت دلوقتي انا هتكلم بصوت واطي، وهتكلم بصوت عالي، وهتكلم بصوت منخفض، وهزعق، كل ده ايه؟ طبقات صوت مختلفه. طبعا لو كان الفايبرز دي ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا ان هو عملها لنا الناس عشان ايه؟ ننوع في طبقات الصوت. طب لو كانت الفايبرز دي ايه؟ مش الاستيك، مش مرنه، فبالتالي انا ما كنتش عارف اتكلم غير بنغم صوت معينه، تون واحده، هو ايه؟ حاجه ثابته، يا هتكلم بصوت واطي، يا هتكلم بصوت عالي، يا هتكلم بصوت ضعيف، مش عارف ايه اغير من نغمه صوتي. فده من رحمه ربنا بينا ان هو عاملها الاستيك فايبر. قال لك كمان الفوكال باندل اوف سكيليتال ماسل لاي بارر تو ليجامنت وريجوليت تنس اوف فولد ويتس ليجامنت اوف، معلش. يعني بقول لك ان انا عندي في سكيليتال ماسل بتبقى موجوده على الليجامنت دي، تمام؟ طبيعي عشان ايه؟ تمسك الليجامنت دي وتدعمها وتنظم الايه؟ الطوي بتاعها دي او الطيات الفولد بتاعتها دي. طيب وظيفه اللارنجز ايه؟ وظيفه اللارنجز دي والله انها بتساعد تخليني دايما المجرى التنفس مفتوح عن طريق انها كارتريج غضاريف، فايه؟ فتخلي مجرى التنفس مفتوح، وانها اللارنجز دي الاورجان اوف فونيشن، فونيشن دي اللي هي الصوت، انها تطلع الصوت عن طريق انها موجود فيها الفوكال كورد. طيب ادي اهوت، لو احنا عايزين نفرق دي الفوكال كورد اللي هي ترو فوكال كورد اللي هو النان كيراتينايزد ابيسيليم، اللي هو اللي احنا كنا بنقول عليه اللي هو اللور بارت نان كيراتينايزد ارتفايتس كومس ابيسيليم، ده ترو فوكال كورد. طيب تعالى بص كده، انا شايف ايه؟ ارتفايتس كومس ابيسيليم خلايا فوق بعضها، حتى الانويه فوق بعضها موجوده فوق بعضها اهيت، ومفيش ايه؟ مفيش اولا فولد، تمام؟ ثانيا ان مفيش ايه؟ مفيش كيراتين، مفيش طبقه كيراتين فوق.
طب هنا والله دي الفولس فوكال كورد بقى اللي هي كانت الايه، كانت الابر، كانت بتبقى ايه فولس فوكال كورد عن طريق ان هي بتتغطى بالريسبيتوري ابسيليم اللي هو السودو استراتيفات كل ما ابسيليم موز جوبلت سيل. تمام، انا شايف هنا فولد اهيت متعرجه، هي تعرجات، هي تعرجات، وشايف ايه خلايا فوق الخلايا، هي انت تحس ان هي فوق بعضها بس في الحقيقه ايه سودو ستراتيفايد، هي مش فوق بعضها ولا حاجه. يعني تعال نكبرها كده، بص انت باينه اهيت ان هي ايه في خط غامق والخط ده فوق اللي فوق ده فاتح. تمام، دي بقى ايه السودو ستراتيفايد والايه والسيليا سيل والايه والجوبلت سيل والكلام بتاع الريسبيتوري ده. تمام، طيب فهو ده الفرق بين الفوكال كورد الترو والفولس. تمام، الفوكال كورد الترو اللي هي اللور بارت بتبقى عباره عن نون كراتينايز سودو نون كراتينايز ستراتيفايد ابسيليا ستراتيفايز كومس ابسيليا. طيب الفولس اللي هي الابر بارت دي بتبقى عباره عن ايه، بتبقى عباره عن فولد من الريزباتوري ابسيليا اللي هو السودو ستراتيفايد كل مره سيليا ابسيليا ووز جوبلت سيل. تمام، احنا كده خلصنا محاضره النهارده، يا رب نكون استفدنا. وبالتفاعل شباب لو حد احتاج اي حاجه يبعت لي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.